إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ربك عليم حكيم. صدق الله.